سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، مسألة الموت سبحان الله، يعني أعتقد من أعظم حقائق هذا الوجود يقر بها المؤمن والملحد، يقر بها من يحب الله ومن هو بعيد عن الله سبحانه وتعالى. وهذه الحقيقة سبحان الله التي ترغم أنوف العباد جميعا، لا مهرب منها سبحان الله العظيم، لا مهرب من هذه الحقيقة. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قصر آمالنا في الدنيا وقال لنا إنه لن يبقى على وجه الأرض بعد 100 عام أحد ممن هو على ظهرها الآن. أنت كل يوم يصح أن تقول هذا الكلام، النهاردة هتقول بعد 100 سنة من النهاردة ما فيش حد من كل العالم اللي أنت شايفهم دول، لا أحد منهم، الكل تحت التراب، الكل تحت التراب. فإذا الدنيا قصيرة قصيرة، ولذاتها قصيرة أيضا. ومن وظائف النبوة أن لا تخدع الناس، يعني مش النبي هيجي لنا يقول لنا الكلام الحلو اللي يريح وخلاص، لا، من وظائف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقفنا على الأمور كما هي، على حقائق الأمور، حتى وإن كانت هذه أمور مؤلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه فريق في الجنة وفريق في السعير، وهذا مؤلم لكنه لا يريد أن يخدعنا، يريد أن يؤدي الأمانة صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه في موت وفي انقطاع لهذه الحياة، وأنه ينبغي أن نعمل لهذه اللحظات، وأن من مات فقد قامت قيامته، ودي حقيقة لا مهرب منها، ولابد أن صلى الله عليه وسلم يذكرنا بهذه الحقيقة، والقرآن ذكرنا بهذه الحقيقة، وربنا سبحانه وتعالى في القرآن ذكر أن من أسمائه المحيي المميت، عشان ننسب هذا الفعل لله سبحانه وتعالى وحده، كما أحيانا فهو يميتنا. يقول الله تعالى إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والله عز وجل يقول قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. اللحظة اللي كلها بنهرب منها ومش عايزينها تيجي ونستبعدها من أذهاننا، هتيجي هتيجي. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى باب في ذكر الموت وما بعده وما يتعلق به، قال اعلم أن المنهمك في الدنيا المكب في غرورها يغفل قلبه لا محالة عن ذكر الموت فلا يذكره، وإن ذكره كرهه ونفر منه. إذن الناس المقبلة على الدنيا لا تذكر الموت، يعني كأنه الواحد فيهم لما ينسى ذكر الموت أو لما لا يذكر الموت أمامه أو لما يسكت المتحدث عن الموت كأنه كده ما فيش موت، زي بالضبط النعامة اللي بتدفن رأسها في التراب لما يكون العدو جاي داخل عليها، كأنها لما تدفن رأسها في التراب لن يكون هناك عدو. وإن ذكره كرهه ونفر منه، يعني يا أخي شوف لنا سيرة تانية. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش برضو كده، يعني لحنا مطلوب نبقى مكتئبين طول الوقت عمالين نذكر الموت نذكر الموت، ولا المطلوب ان احنا ننسى ذكر الموت الاعتدال، يعني لا المطلوب انك تعيش انت واهلك واسرتك واولادك او انت وطلابك اللي بتدرسهم كل شوية تذكرهم بالموت وكذا وتجيب لهم يعني اكتئاب، ولا المطلوب ايضا ان احنا ننسى هذه الحقيقة، تبقى الحقيقة دي مننا على ذكر بطريقة دافعة للعمل،
بطريقة تجعلنا أقرب إلى الله، بطريقة تجعلنا نخاف من عصيان الله سبحانه وتعالى. قال: ثم الناس إما منهمك أو تائب مبتدئ أو عارف منتبه. كل الناس اللي حوالينا في الدنيا واحد من هؤلاء الثلاث، إما منهمك يعني منهمك في الدنيا لا يكاد يذكر الموت، أو تائب مبتدئ لسه يدوب يبدأ في طريقه مع الله سبحانه وتعالى، بحط رجله على أول طريق، أو عارف منتبه. فأما المنهمك، منهمك في الدنيا ولذات الدنيا والمشغول بقى بالإيه، بالوظيفة والجاه ومستقبله العريض والرصيد اللي في البنك والكذا، واحد يعني ده، فأما المنهمك فلا يذكره، ده الموت ما يجيش على الذهن خالص، وإن ذكره فيذكر للتأسف على دنياه ويشتغل بذمه، وهذا لا يريده ذكر الموت من الله، لا يزيده ذكر الموت من الله تعالى إلا بعدا. يعني ذكر الموت بيجعله يقول لك قبل ما الموت يجي أنغمس في الشهوات أكثر، أهتبل لذات الدنيا قبل ما يجي الموت، ده منهمك في الدنيا. المفترض أن ذكر الموت يخلي واحد يعتدل في طلب الشهوات أو يوظف هذه الشهوات لتكون في مرضات الله سبحانه وتعالى. وأما التائب فإنه يكثر ذكر الموت ينبعث به من قلبه الخوف والخشية. يبقى التائب الجديد هذا الذي يتحسس طريقه، وكلنا من هذا الصنف، يبقى لازم يبقى كل فترة كده نقعد نقرأ أحاديث في ذكر الموت، نقرأ في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، في وفاة الصالحين، وفي كتاب جيد جدا احنا كنا يعني الله يجزيهم خير أساتذتنا ومشايخنا، كنا واحنا في الإعدادي والثانوي، في الإعدادي والثانوي دايما بعد صلاة الجمعة نروح نزور المقابر، نصلي الجمعة وفي عندنا زيارة المقابر. مش لازم يا اخوانا نزور المقابر عشان في حد مات لنا، الناس الان لا تكاد تدخل المقابر الا لما يموت لها حد، وده خلاف السنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على زياره القبور. فنروح نرتب كده مع بعض، نتفق مع بعض ونزور القبور ونجلس هناك. وكنا فيما نذكر معانا دايما كتاب التذكره الإمام القرطبي، تذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، اكتبوا اسم الكتاب ده عندكم ونزلوه النهاردة، التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة الإمام القرطبي عليه رحمة الله. كنا نروح خلاص عندنا عارفين كل يوم جمعة بعد الصلاة بنزور المقابر، فكنا نقرأ من هذا الكتاب كل مرة بدل ما نقعد نتكلم أو نقعد ساكتين، خلاص نقرأ الفاتحة لموتانا وموتى المسلمين ونقعد ساكتين شوية، وبعد كده بنفتح الكتاب واحد يقرأ، بنقرأ الكتاب في المقابر، نقرأ بقى زي ما يكون صفحتين ثلاثة أربعة خمسة زي حسب الوقت، ثم ندعو وننصرف. فإذا احنا جميعا نحتاج ان يكون الموت منا على ذكر، كن فاكرين ما ننساش، والا احنا بسهوله رجلنا تنزلق في لذات الدنيا وتنغمس وتنسى كل شيء، لان احنا عيدوب على حرف. واما التائب فانه يكسب ذكر الموت ينبعث به من قلبه الخوف والخشيه فيفي بتمام التوبه، يعني هيثبته على التوبه وهيخليه يتوب من ذنوبه ذكره للموت. ربما يكره الموت خيفة أن يختطفه قبل تمامها، التائب حاله كده إنه ما يحبش الموت، ليه؟ لأنه لسه عايز يتوب، لسه قدامه شغل كتير، لسه قدامه صلوات عايز يقضيها، لسه قدامه صيام عايز يقضيه، لسه قدامه ذنوب عايز يكفرها، فمش عايز يموت. ليه؟ لأنه عايز يخلص اللي عليه الأول أو قبل إصلاح الذات. الموت ده عامل زي السفر، الواحد وهو مسافر فينا
ما شاء الله قبل السفر بشهر واتنين بيقعد يجمع في الحاجات، وهاخد ايه معايا ومش عارف وكده، وفي الطريق هاكل ايه وهشرب ايه، كل حاجة عامل حسابها ما شاء الله. فالموت سفر، فالموت سفر، والإعداد لهذا الموت هو العمل الصالح، هو ده الزاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهو معذور في كراهة الموت، التائب ده معذور لأن عيني عايز يحصل، عايز يحصل وخايف. فلذلك يا أخوانا المبادرة، اللي عليه صلوات يقضيها، اللي عليه صيام يقضيها، ما تأخرش تأخرش. إذا كنت بتصلي صلاة واحدة مع كل صلاة خليهم اثنين وثلاثة، ده مشروعك، وقف حياتك لحد ما تخلص إذا كنت تستطيع. يعني عليك صيام، صوم كل يوم أو يوم ويوم، يعني افعل ما تستطيع. يعني بحيث الواحد برضو يعني مش عايزين الناس يعني تهلك نفسها، إن المبت لا أرضا قطع ولا ظهر، لكن اعمل اللي تستطيعه، واضرب دايما في سقف استطاعتك، وأنت تستطيع الكثير. وهو معذور في كراهة الموت، ولا يدخل بهذا تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من كره لقاء الله كره الله لقاءه. الشخص التائب الذي يكره الموت، هل هو يكره لقاء الله؟ لا، فلذلك لا يدخل في هذا الحديث، وإنما هو يكره أن يلقى الله عاصيا. فهو عايز يقابل ربنا، نعم، لكن عايز يقابل ربنا وهو نظيف، فلذلك لا يدخل في هذا الحديث. ده هو من تقديره ومن تعظيمه لله سبحانه وتعالى لا يحب الموت، لأنه مش عايز يقابل ربنا وهو مكسوف، عايز يقابل ربنا وهو حالته كويس الحمد لله، فيقف أمام الله مرفوع الرأس، ذنوبه إن شاء الله مغفورة، فرائضه أداها، الصيام اللي عليه عمله، سبح سبح تسبحتين، ذكر الله، حفظ قرآن، قرأ قرآن، فيعني تبقى الدنيا معاه ماشية شوية، غير لما يقابل ربنا وهو مكسوف ما عندوش حاجة. فهو من تعظيمه لله يكره الموت، فلذلك لا يدخل في هذا الحديث. فإنه إنما يخاف لقاء الله لقصوره وتقصيره، فهو كالذي يتأخر عن لقاء الحبيب مشتغلا بالاستعداد للقائه على وجه يرضاه، فلا يعد كارها للقائه. يعني أنت لما يكون في واحد مهم جاي لك، أو واحدة منتظرة أو زوجها منتظرها مثلا، وهي عمالة تتزين وتأخرت عليه، هل نقول إنها مثلا فعلت ذلك لأنها تكره لقاءه، أو أنت اتأخرت على أصحابك أو كذا لأنك تكره لقاءه؟ لا، أنت يعني تستعد. فهذا التائب يريد أن يستعد للقاء الله، فلا يعد كارها للقائه. وعلامة هذا أن يكون دائما الاستعداد له، لا شغل له سواه، وإلا التحق بالمنهمك في الدنيا. يعني أنت إمتى تقول على نفسك أنا من الصنف ده، الصنف التائب ده؟ إذا كنت في الاستعداد باستمرار، لا شغل لك سوى الاستعداد، عليك صلوات فائتة، عليك صيام فائت، عليك ذنوب في حقوق العباد، ناس خدت أموالهم، ناس أسأت ليهم كذا كذا إلى آخره، أنت مشتغل بأنك بتريكفر، بتخلص اللي عليك أول يوم، ما وراكش شغل غير كده، ليس لك شغل إلا هذا، إنك تمحو ذنوبك وسيئاتك وتتقرب إلى ربك بالطاعات المختلفة. عندها نقول إنك تائب، لكن أنت والله يعني عليك ذنوب وعليك ديون من صلوات أو كذا إلى آخره، ومع ذلك أنت ما بتستعدش، مش منشغل ده أو مش منشغل به، لكن على سطر وسطر، يبقى أنت تبقى من المنهمكين في الدنيا مش من التائبين. قال: أما العارف فإنه يذكر الموت دائما لأنه موعد لقاء الحبيب. شوف كده يا سلام، زي ما الولد اللي بيتمنى أن يتزوج، والبنت اللي تتمنى أن يتزوج، تبقى يا سلام يقول لك أنا فاضل لي 54 يوم على كتب الكتاب، أنا فاضل لي 53 يوم على مش عارف كده، تقعد تعد أو يقعد يعد. ليه؟ لأنه حاجة جميلة الإنسان بيتمناها. أو الواحد اللي مستني مثلا سفر،
فبرضه بيقعد يعد. فنفس الكلام الإنسان إذا كان مستعد يتمنى قرب الموت، فالعارف لأنه مستعد الحمد لله صلواته فرائضه تمام، لا يرتكب المحرمات إلا قليلا، ثم هو سريع التوبة من المحرمات التي يرتكبها، دائم التقرب إلى الله، الموت بالنسبة له هو بوابة الخلاص من تعب ونكد وهموم وآلام الدنيا، خلاص لا تعب بعد اليوم، لا هم بعد اليوم، لا غم بعد اليوم. فبالنسبة للعارف هو ذاكر الموت لأنه بيستناه، كالعريس الذي ينتظر يوم عرسه. وأما العارف فإنه يذكر الموت دائما لأنه موعد لقاء الحبيب، وهو لا ينسى أو هو لا ي... نعم هو لا ينسى موعد لقاء حبيبه. هذا في غالب الأمر يستبطئ مجيء الموت، يستبطئ مجيء الموت، ويحبه يتخلص من دار العاصين وينتقل إلى جواري رب العالمين، كما قال بعضهم حبيب جاء على فاق، حبيب جاء على فاق، يعني حبيب جاء بعد طلب شديد واحتياج شديد. فإذا الشخص إذا كان مستعد للموت عارف متقرب إلى ربه فهو ينتظر الموت. فإذا التائب والأولياء الصالحين كانوا لا يتمنون الموت مش خوفا من الموت، وإنما لأن الدنيا بالنسبة لهم دار عمل، زي الموظف كده اللي هياخد بونص عايز يشتغل زيادة، ليه؟ علشان في فايدة هيحصلها. فهو كانوا من لا يريد منهم أو من لا يحب منهم الموت، وما ورد على ألسنتهم رضي الله عنهم من أنهم لا يحبون الموت، فتأويله أو فمعناه أنهم لا يحبون الموت لأنهم يريدون أن يريد الواحد أن يزداد من الطاعات. فإذا التائب معذور في كراهة الموت، وهذا معذور في حب الموت وتمنيه، وأعلى منهما من فوض أمره إلى الله تعالى. أيوة الأعلى إن الواحد الأعلى من العارف إن الواحد يفوض أمره إلى الله، مكان ما ربنا بيحطني أنا بتحط، ربنا أزن لي بالحياة يبقى أنا بقضي أوقاتي في طاعة ربنا، والله جاءني الموت في أي لحظة فالحمد لله أنا مستعد. فصار لا يختار لنفسه موتا ولا حياة، بل تكون الأشياء إليه أحبها إلى مولاه، ما يحبه الله أنا أحبه. شوف البصلة منضبطة إزاي. فهذا قد انتهى بفرط الحب والولاء إلى مقام التسليم والرضا، وهو الغاية والمنتهى. وعلى كل حال ففي ذكر الموت ثواب وفضل، فإن المنهمك في الدنيا قد يستفيد بذكر الموت التجافي عن الدنيا، لأن ذكره ينغص عليه نعيمه ويقدره. يعني في كل الأحوال ذكر الموت يفيد الثلاثة، سيفيد المنهمك في الدنيا يمكن يعني شوية يضبط أموره ويقلل من الانهماك في الدنيا ويعمل لآخرته، التائب يثبته على توبته، العارف يشوقه للقاء مولاه عز وجل. فنقف هنا اليوم، لكن قبل ما نختم في حديث أنا عايز أقرأه مع حضراتكم، حديث مشهور جدا، أشهر وأطول الأحاديث في ذكر ما يحصل للميت وما يحصل له بعد وفاته. حديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي، حديث مشهور وأنا كنت دللت بعضكم عليه قبل ذلك، حديث البراء بن عازب، حديث البراء بن عازب. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه شيعوا جنازة والراجل لسه ما دخلش القبر، بيقول سيدنا البراء: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير، يعني جلسوا جلسة خاشعة لا يكادون يتحركون من شدة الخشوع. قال: وفي يده عود ينكت في الأرض، النبي صلى الله عليه وسلم في يده عصاية كده صغيرة وإيه
وبيضرب بها على الأرض كأنه يفكر، يعني دي حالة حد بيفكر، أو في حد يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فهو ينزل عليه الوحي أو يلهم ما يلهمه الله سبحانه وتعالى. قال: فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وهم حواليه كده: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. الصحابة ساكتين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه. ده عبد عارف أن الدنيا دار بلاء ليست دار نعيم، ده عبد مستعد للآخرة بيعطي الدنيا حقها ولا يفرط في الآخرة، فده حاله أنه مستعد، فلما يجيه الامتحان هيجاوب. فيقول صلى الله عليه وسلم: نزل إليه ملائكة، ده إيه عند قبض روحه، من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. يعني قبل ما احنا بنكفن الجسد، الروح بتكفن، تكفنها الملائكة، وحنوط من حنوط الجنة يعني رائحة طيبة من روائح الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر. يعني الملائكة كتير على قد ما عينك تجيب أو على قد ما عينه هو تجيب. وربنا سبحانه وتعالى في القرآن عبر عن هذه الحالة فقال: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فالإنسان يصير وهو على فراشه في الدنيا يرى ما كان محجوبا عنه قبل ذلك. إحنا الآن لا نرى الملائكة، وأنا على يقين إن الملائكة حولي الآن وحولكم الآن في كل عند كل واحد منكم في بيته، لأنه في مجلس علم كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا لا نراهم. ثم يكشف عنا الحجاب فنراهم في ساعة الموت. فيقول: حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه. يبقى الملائكة اللي جم قبل كده بينزعوا الروح من البدن، ثم يأتي ملك الموت ويخرج بقية الروح. يأتي ملك الموت عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. هي نفس طيبة لأنها أقبلت على الله بالطاعات، لم تنسى الآخرة. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. يعني حضرتك كده لو هتجيب مية وتدلقها من شفشق أو من كوب أو من شيء، شوف المية بتنزل إزاي بسهولة. فكذلك روح المؤمن تخرج بكل سهولة كأنها شربت ماء. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، يعني بكل سهولة. فيأخذها، من اللي يأخذها؟ ملك الموت. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذها. يبقى ملك الموت هيطلع الروح من جسد المؤمن، ثم تتلقف هذه الروح الملائكة التي ستصعد بها بعد ذلك إلى السماء. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. رائحة طيبة، رائحة هذه الروح الطيبة. وهذه الأرواح يا أخوانا رائحتها الطيبة تظل موجودة، وقد يشم هذه الرائحة الطيبة الصالحين عندما يزورون المقابر، وقد يشم هذه الرائحة الطيبة الصالحين وهم في بيوتهم. أنا والله كنت قاعد مرة مع واحد من الصالحين وشميت ريحة كويسة. أنا بكلمكم يعني العبد الفقير يحدثكم، ما حدش حكالي يعني.
وريحة الميتين معروفة، يعني الرائحة التي توضع في الأكفان معروفة، ريحة معينة. فأنا شميت الريحة وما ركزتش، يعني قلت يمكن الله أعلم حد في حدث الريحة ديت، أو حد في ماشي في الشارع أو كذا، الله أعلم. بعد شوية لقيت هذا الرجل الصالح رضي الله عنه يقول: مرحبا مرحبا، مرحبا مرحبا. ايه مرحبا مرحبا؟ قال لك ده في ناس يعني ايه، في ارواح طيبه بتيجي تجلس معي او تحضر معي في هذا الوقت، لاني اعتدت في هذا الوقت ان اذكر الله تعالى. فالريحه الطيبه هذه، الريحه الطيبه تظل موجوده، خلاص انت طيبت نفسك بالصالحات فتظل هذه الرائحه موجوده. قال: ويخرج منها كأطيب نفحة مسك على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون، يعني بها، على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب. طول ما هم ماشيين عمالين يمروا على جماعات من الملائكة وكلهم: ما هذا الروح الطيب، يعني كأنهم عملوا تشريفا. فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له. يعني الملائكة التي تحمل هذه الروح الطيبة تستأذن في أن تفتح لها أبواب السماء، يطلبون فتح أبواب السماء فتفتح لهم. قال: فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، يعني جماعات بيسلموا الروح، بعضهم أهل السماء الأولى ياخذوها في السماء الأولى حتى يسلموها إلى أهل السماء الثانية، أهل السماء الثانية ياخذوها يسلموها لأهل السماء الثالثة، وما بين السماء والسماء مسيرة 500 عام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده. هنا تعود الروح إلى الجسد مرة أخرى ليسأل الإنسان في قبره، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: من ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد في السماء: أن صدق عبدي. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا الامتحان، عرفنا الأسئلة وعرفنا الإجابات. مش معنى كده ان احنا لو قعدنا نحفظ في الاجابات دي طول حياتنا ان احنا هنجاوب، ابدا الموضوع مش كده. انت عارف الاجابه اهو علشان تعمل لتحصيل هذه الاجابه، يعني يكون الله ربك حقا، يكون النبي رسولك حقا، يكون القران كتابك حقا، عندها انت هتنطق لوحدك. لو ده مش موجود مش هتعرف تتكلم رغم علمك دلوقتي بالاجابه. فلما العبد يجيب، لأن هذه الإجابات هي خلاصة العمر، فلما العبد يجيب الله عز وجل يقول، أو فينادي مناد في السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. يعني الواحد كده كأنه حياة البرزخ دي، حياة القبر دي، كأنه في صالة انتظار، في صالة انتظار، علشان ربنا ينعمه في ساعة انتظار وما يملش، هيفتح له شاشة كده، حاجة زي شاشة ينظر فيها إلى مقعده في الجنة، إلى ما أعده الله له في الجنة. وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها. لكن زي شاشة الدنيا، لا، دي شاشة منفذة بتطلع روائح طيبة وكذا. فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره، يعني الحتة الضيقة اللي تحط فيها دي تتسع عليه. قال: ويأتيه رجل، وهو في الحالة دي بعد ما يجاوب على أسئلة ويشوف مقعده في الجنة، يمر به رجل
وإحنا قلنا لحضراتكم قبل ذلك إن المعاني بتتجسد. النبي صلى الله عليه وسلم بيمثل الموت بكبش أملح، والموت معنى خلق من خلق الله. والإمام السيوطي عليه رحمة الله له رسالة فيها اسمها إبراز الحقيقة. فهذا الرجل ده معنى تجسد، زي بالضبط كده لما نكون في المنام احنا بنشوف معاني متجسدة، عشان كده الواحد فينا بيحتاج انه يأولها عشان يعرف ايه المعاني دي تدل على ايه. واضح؟ فبيقول لك ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. يبقى العمل تمثل في صورة رجل طيب الثياب طيب الرائحة طيب المنظر. فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة. لما يشوف كده ما أعده الله له يتمنى أن تقوم الساعة حتى يدخل الجنة بالفعل، بدل ما هو شايفها من بعيد يدخل الجنة بالفعل. ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال وإن العبد الكافر، ده الإيه المؤمن، ربنا يجعلنا وإياكم منهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن العبد الكافر، شوفوا بقى الصورة المقابلة، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه. إذا كان في انقطاع من الدنيا يعني منقطع للدنيا وإدبار من الآخرة مدبرا عن الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. يعني إذا كان المؤمن روحه بتخرج زي شربة المية، زي المية ما تدلقها من الكباية، ده الروح بتخرج إزاي؟ زي ما يكون في شوك في صوف، فيتألم مع كل ذرة في جسده بتخرج منها الروح. وهذا الألم يا أخواننا رغم أنه حاجة مؤلمة للغاية، رغم أنه حاجة مؤلمة للغاية، ليه حاجة مؤلمة للغاية بالنسبة للكافر والعياذ بالله؟ لأنه كل ألم بيحصل في الجسد بيدرك بواسطة الروح. يعني الآن لو أنت لسعت إيدك أو شكيت إيدك بدبوس كيف أدركت الألم؟ بالروح. لو إيدك ما فيهاش روح مش تحس الألم، فما بالك إذا كان الألم في الروح نفسها. في الموت الألم بيكون في الروح نفسها، الروح نفسها اللي تتألم، يعني الذي يدرك الألم يتألم، فلذلك الألم بيكون شديد. وهذا الألم رحمة. إزاي رحمة؟ لأنه بيكفر. يعني هذا العبد الذي يتألم في الموت ربنا عايز يخلصه. وإحنا قلنا حضراتكم قبل ذلك أو ذكرنا ذلك من قبل أنه العبد ربنا سبحانه وتعالى عمل له فلاتر. ففي عندك في الدنيا فلاتر الهموم والغموم والأمراض والفقر، كل ده مكفرات، حتى الشوكة يشاكها. طيب إذا مات أو وصل لمرحلة الموت لسه عليه ذنوب يتألم في موته فيكفر، لسه عليه ذنوب يعذب في قبره فيكفر، لسه عليه ذنوب أهوال يوم القيامة وما فيها فيكفر. فممكن الواحد اللي ميت عليه ذنوب تخلص ذنوبه هو بيموت، فخلاص يبقى في بداية موته كان ذنوبه خلصت الحمد لله وهذا خير له من دخول النار، ثم بعد ذلك يخفف عنه. أو يموت ويتألم ألم شديد في الموت ثم بعد ذلك في القبر خلاص عدى ما فيش عليه ذنوب. فهو القصد أنه كل ذنب كأنه دين سبحان الله. فلذلك بنقول للناس بعد كل ذنب أحدث توبة، امسح أول بأول، ما تسيبش حاجة عليك. فيقول
ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس الخبيثة يخرج إلى سخط من الله وغضب. قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود شوب. وفي رواية الإمام أحمد يقول فينتزعها تتقطع معها العروق والعصب فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح. بح برضو كفن لكن حاجة سيئة، عارف انت الخلقة اللي بتمسح بيها حاجة كده يعني تليق بهذه الحالة. ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. يا أخوان نحن قلنا لحضراتكم قبل ذلك أن الأعمال الصالحة لها رائحة والأعمال الخبيثة لها رائحة والطاعات لها رائحة والمعاصي لها رائحة، بل الصالحين رضي الله عنهم يميزون بين الروائح المختلفة. فيشم ريحة واحد يقول له أنت ضبط نفسك في كذا. نعم ربنا يسترنا وإياكم. فإذا تظهر هذه الرائحة مع روحه الخبيثة كأن تنري حجيفة مجدى على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، فيقول فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، يحبون الطائعين ويكرهون العاصين، حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. المؤمن فتحت له الأبواب، أخينا دوت لا تفتح له أبواب السماء. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. أبواب السماء مغلقة. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. تنزل روحه مش بسهولة ولا بيسر، تطرح طرحا تلقى إلقاء. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، ده الطرح بقى، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده. كل ده حصل في الفترة ما بين طلوع الروح والإعداد. فتعاد روحه في جسده في قبره لما يغلق عليه القبر، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك، فيقول ها ها لا أدري، فيقولان له ما دينك، فيقول ها ها لا أدري، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول ها لا أدري، فينادي منادي من السماء أن كذب، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. وأخينا المؤمن بيقول ربي أقم الساعة. ليه ربي لا تقم الساعة؟ لأنه ما فيه الآن من العذاب سيرى أعظم منه إذا قامت الساعة. الحديث ده مشهور ومعروف، حضراتكم يريد تقرأوا تاني مع نفسكم في تلخيص شديد لما يحصل للمؤمن، وفي فوائد كثيرة جدا ربما نتحدث عنها في المرة السابقة أو ستأتي إن شاء الله في سياق الكلام الذي سيورده ابن قدامة المقدسي عليه رحمة الله تعالى. سنكتفي بهذا القدر اليوم ونكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. لو في أسئلة ممكن نأخذ سؤال واحد لأن المفترض أن احنا ننهي الآن. هل الأمر يعني شديد عند الله يعني لما ساعة لحظة الموت الأقدام على الله شديد يعني، ولا هي بترجع لكل نفس إن كانت مطمئنة أو غير ذلك، ولا في جميع الأمر يعني مش بالأمر الهين أو السهل؟
هو في هيبة في كل الأحوال طبعا، لكن قد تكون الهيبة دي بالنسبة لشخص زي هيبة الأب، يعني تمام. أبي أنا أهابه لكني أحبه وأدري أنه لن يؤذيني، ده المؤمن. غير هيبة العدو، أنت ممسوك محبوس، حد هيدخل عليك يؤذيك دلوقتي، فمختلفة. فعلى حسب العمل، فيه هيبة في كل الأحوال. شكرا، سهلا شديد، لكن يختلف بحسب العمل. تمام، بس الأمر في جميع الأحوال فيه هيبة، يعني مش لازم حتى لو كانت نفسا مطمئنة، طبعا، لا يعني مش هيبقى الأمر فيه يعني سهل وهين، يعني هيبقى فيه برضو في شيء شديد في الموضوع. احنا بنقول هو السهل على المؤمن، والهيبة اللي فيه تشبه هيبة الابن مع أبي. الله سبحانه وتعالى أرحم أرحم بنا من أمهاتنا، تمام. ففي هيبة لكن مفيش رعب. دي لأنه الإيمان يطمئن، ربنا سبحانه وتعالى أيضا بيطمئن المؤمن قبل ما يطلع من الدنيا فين مصيره، فيبقى هو مشتاق. شكرا جدا. نسأل الله أن يخفف عني إن شاء الله. نختم الآن ونلتقي إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.